عليكم، مرحبا بكم في عرب ميوزيك كوفر، معكم أنيس. واليوم الأغنية اللي اختاريت هي هذه ديال الشاب خالد، هي هي. المهم هذه أول خطرة تدخل القناة، ما تنساش دير جيم، بارتاجي، اشترك في القناة، فعل الجرس باش ديما يبقى يوصلك الجديد، وإن شاء الله هكاكم غادي تعاونوني باش نبقى ديما ندير فيديوهات. داكوغ، دونك كيما ديما نبداو بلي زاكور. هنا عندنا سولمون اون بارتي كيما شفتو، انا لعبتها هنايا في الدو دياز ماجور، ولا نقدو نقولو ري بيمول ماجور اللي عجبنا. دونك داكشي علاش درت الكابو هنايا، كوما كانش عندي الكابو كان يخصني نلعبها هنايا، نلعب هنايا من بعدها فهمتيني غنزيد نهبط لهنايا. اللي ما عندوش الكابو نفس لي زاكور اللي وريتكم هنايا هما اللي غادي تلعبوهم، يعني تلعب هنا لا سول من بعدها الفا. واخا، المهم لي زاكور عندنا لا ماجور، من بعدها تيمشي لسول ماجور، فا دياز ماجور. Ça veut dire Ouheya, pardon. Ouheya, heya, yene lila n'amr rasi. Ouheya, heya, sahratna yene bitweli. Ouheya, heya, yene lila n'amr rasi. Ouheya, heya, sahratna yene bitweli. Khalliou l'bahar yakuni, w'naz afha had lali. راني مهموم ومضرار صبر عليها وهدلالي. واخا، دونك هادو هما لي زاكور اللي كاين. بغينا نلعبو كلشي باري يمكن لينا، مثلا تجي هنايا صافي دير وهيا هيا يا نليلا ندبر راسي. وهيا هيا سهرتنا يا نبي توالي. خليو البحر ياكلني والازعافها هاد الليالي. راني مهموم ومضرار صبر عليها وهاد الليالي. واخا، سي تخي سامبل، ما فيهاش شي حاجه في حقيقه هاد الاغنيه. ندوزو للريتم لاكومبانيومون، كيفاش اكومبانيوه. غادي تمشي بحال هكا، نحاول نديرو بلي نوت اضافي. شويه دابا نقولهم بهبط طلع اب داون، هبط هبط طلع 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 هبط طلع هبط هبط طلع 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 هبط طلع. واخا هكا غادي تفهموا احسن. المهم تنظن ان هاد الاغنيه ما بقى فيها حتى شي حاجه. بغيت نوريكم واحد الحاجه صغيره ديال لاكومبانيومون. نورمالمون كاين انت تلعب واحد لي تكنيك، مثلا ديال تيكونوا بحال قلتي لي نوت ايطوفي ولا لي زيكس. لي زيكس يعني تيكون ما مسموعه حتى شي حاجه، مره تسمع مره ما تسمعش. سافا دي غادي تمشي بحال هكا مثلا. حاول ندير لكم دي فارياسيون باش تفهموا هنايا، على حساب خاصك غير تبع الريتم وتحاول مرات يتلعب يتسمع لاكور، مره ما تيتسمعش، وين اللي خاصك تبع الريتم ديما. دونك هذه هي لا تكنيك اللي حتى هي يمكن لكم تزيدوها باش تجي لاكومبانيون بلو بروفيسيونيل. داكوغ،
تنظن ما بقى حتى شي حاجه اللي غادي نوريكم في هذا الفيديو. نتمنى انه يكون عجبكم، والمهم تشوفوا ان شاء الله في الفيديو القادم. يلا بسلام عليكم.